النهارده في فيديو جديد ان شاء الله. النهارده هنعمل وصفه حلوه قوي للتخسيس. وصفتنا جميله جدا، بتخسس كيلو في اليوم وان شاء الله بطن مسطحه. يلا تابعيني لاخر الفيديو عشان تستفادي بكل الوصفات اللي احنا بنقدمها على القناه دي جي كل حياتي. ولو انت اول مره تدخلي معايا القناه، ما تنسيش تشتركي معايا واضغطي على زر الاشتراك او سبسكرايب، وكمان اضغطي على الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي الجديده ان شاء الله. يلا شوف وصفتنا، تابعوني لاخر الفيديو. زي ما انتم شايفين كده الوصفة بتاعتنا النهاردة تحفة جدا جدا ومغذية قوي، بتحرق وبتفتت الدهون المتراكمة في منطقة البطن. يلا تابعي معايا الفيديو عشان تشوفي انا عملت ازاي المشروب الجميل ده، وعايزه اقولك ان طعمه لذيذ جدا جدا. ان شاء الله هتستفادي بالوصفة دي. خلينا نبدأ وصفتنا، يلا بينا. اول مكون هحتاجه معايا النهاردة في الوصفة دي هو البقدونس. البقدونس، وطبعا ده بيكون شكله كل اللي انا هحتاجه حزمة زي دي كده من البقدونس. هنبدأ بس نخرطها، طبعا غسلينها كويس جدا. وهقولك دلوقتي انا هعمل الطريقة النهاردة بطريقة مختلفة، وطعمها يعني هيعجبك جدا، طعمها يبقى حلو قوي. وابحثي عن فوائد البقدونس للتخسيس وانت هتشوفي بنفسك. تمام اهو كده انا معايا حزمة من البقدونس، طبعا غسلينها كويس جدا وقطعناها زي ما انتم شايفين كده. تمام. تاني حاجة بقى معايا هضيفها برضو على الوصفة بتاعتي دي هو الجنزبيل الفريش. الجنزبيل الفريش اللي احنا بنستخدمه برضو للتخسيس ده بيكون شكله، بتجيبيه برضو من السوبر ماركت، وبيبقى قطع واحجام كده اهو. كل اللي انا هحتاجه هي قطعة صغيرة مثلا زي دي كده، واقل من دي كمان، هاخد نصها بس اهو، وهبدأ برضو اقطعها. تمام. وبعد كده معايا برضو حبة واحدة من الخيار تكون صغيرة، ولو كبيرة يعني خدي نص واحدة بس كفاية قوي، نص حبة من الخيار اهو. تمام. وهبدأ بقى اجيب الخلاط بتاعي، وهنبدأ نضيف كل المكونات دي في الخلاط، بس مش هضيف مية، انا هضيفها في الخلاط دلوقتي، هطحنها كويس قوي زي ما انت شايفين كده. بعد ما طحنتها في الخلاط بقت معايا مفرومة زي ما انت شايفين بالشكل ده. تمام. كل اللي انا هعمله بقى بنات معايا او شباب، طبعا اي حد هيستخدم الوصفة معانا دي، الوصفة دي بتحرق الدهون اللي بتكون متراكمة في منطقة البطن وكمان بتخسس الجسم. انا هبدأ اخد معلقة واحدة من المفروم اللي انا فرمته ده اهو، معلقة واحدة مش كبيرة اهي، وهبدأ اضيفها في الكوب بتاعي بالشكل ده. تمام. ومعايا هنا زي ما انتم شايفين دي نص ليمونة، هاخد نص ليمونة بس، دي ليمونة انا هاخد نص بس، هناخد نص ليمونة وهنبدأ نعصرها في الكوب بتاعنا كده. انا معايا الوصفة بتاعتنا بقى، هبدأ اضيف عليها المية العادية خالص، اي مية انت بتشربيها طبعا، تكون طبعا مية الشرب عادي من التلاجة عادي، متسخنيهاش، مية باردة. وهبدأ اضيف المية بالشكل ده، وده بقى يا حبايب قلب جيجي اللي هيبقى المشروب بتاعي اللي انا ان شاء الله هشربه كل يوم ان شاء الله اول ما اقوم من النوم. البقدونس، وابحثي عنه، فوائده جميلة جدا جدا للتخسيس، بيخسس الجسم بطريقة سريعة جدا، وكمان بيحرق وبيفتت الدهون، بيساعد على يعني تخسيس الوزن، وكمان بيساعد على سد الشهية. يا رب تستفادوا بالوصفة بتاعتنا. الكمية بقى اللي اتبقت معانا دي هنعمل فيها ايه؟ هنحطها في علبة صغيرة، بس تكون علبة بغطا، ويفضل تكون علبة ازاز عشان ما يبقاش فيها ريحة وتحتفظ عليها بنفس الطعم. كل يوم هتاخدي معلقة من دي تحطي عليها كوب المية وتشربيها زي ما عملنا كده بالظبط. ممكن تستعملي لو انت يعني عايزة نتيجة سريعة، ممكن تاخدي كوباية الصبح وكوباية بالليل.
بس حبايبي ده كان الفيديو بتاعنا ودي وصفتنا، يا رب تستفادوا بيها. متنسوش بقى تشجعونا باللايك والشير عشان كل اصحابكم يستفادوا بكل وصفاتنا ان شاء الله. يا رب الوصفه النهارده تعجبكم وان شاء الله نتيجتها حلوه وسهله وبسيطه تجيب نتيجه كويسه. تابعوني ان شاء الله في كل الوصفات اللي انا بنزلها على قناه جيجي كل حياتي، واستنوني فيديوهات تانية كتير جديده. متنسوش تحطوا لايك للفيديو وشير لاصحابكم. اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد وصفات جديده مع جيجي كل حياتي. باي باي.